يخرج الولد أحمد من المنزل كعادته يوميا ذاهبا إلى المدرسة. ليس متفوقا كثيرا، لكنه كان يبذل جهده ليصل إلى النتيجة المرجوة. هذا الطالب مكافح لأبعد الحدود، وفي يوم من الأيام لاحظ المدرس دخول أحمد الصف والحقيبة غير ممتلئة، ويخرج والحقيبة ممتلئة، مما شد انتباه المدرس وأخذ يراقبه لعدة أيام ويشاهد نفس المشهد. فذهب إلى أخبار المدير بما رأته عينيه، فقال له: يبدو أن هذا الطالب يسرق أشياء من الطلبة أو المدرسة. فطلب المدير من المدرس أن يحضر له الطالب غدا بعد نهاية اليوم الدراسي. عاد أحمد إلى المنزل ولا يعلم ماذا سيجري له غدا، وما هي قصة الحقيبة الممتلئة. وفي الصباح ذهب أحمد إلى المدرسة، وفي نهاية اليوم الدراسي أتى المدرس مع الطالب والحقيبة ممتلئة كالعادة، فطلب منه المدير أن يفتح الحقيبة. خاف الطالب فحضن الحقيبة وبدأ عليه القلق. سحب المدرس الحقيبة وفتحها، مد يده داخل الحقيبة وما هي إلا فتات الخبز. فتفاجأ المدير والمدرس: ما هذا يا بني؟ إن أبي قد توفى وأمي مريضة، وأنا أجمع الطعام من هنا وهناك لكي أطعم أمي وإخوتي الصغار. فدمعت عيناهما وقام بالاعتذار إليه ومساعدته بالأمور المادية والمعنوية مع أهله. لا تترددوا ببذل الصدقة وإخراج الزكاة.